افتتحت السيدة نورة زملاط رئيسة مركز سرطان الأطفال في لبنان معرض الأشغال اليدوية للمربية ربيعة أبو اسماعيل ضو بحضور الوزير مروان حمادي ممثلا النائب تيمور زملاط في فندق ريفيرا في بيروت يعود ريعه كاملا لصالح المركز. هالمبادرة القيمة بتساعد أيضا على نشر الوعي وثقافة العطاء بالإضافة إلى جمع التبرعات لمساعدة أكبر عدد من الأطفال المصابين بالسرطان. إن حضوركم هو الحدث الليلة، أما أنا ما قدمته ليس إلا ذرة صغيرة من عطاء القيمين على هذا المركز.